حزناه. لما مرت السيدة زينب عليها السلام بأخيها الحسين عليه السلام صريعا نادت: ومحمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، إلى الله المشتكى. ومحمداه، هذا حسين بالعراء، يسفي عليه الصبا، قتيل أولاد البغايا. يا حزناه يا كرباه، اليوم مات جدي رسول الله. يا أصحاب محمداه، هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا.